أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل نسلم على من نجده في المسجد ثم نصلي تحية المسجد، أم نصلي التحية ثم نسلم عليهم؟ إذا انتهيت إليهم سلم ثم صل التحية، سلم أول ما تصل إلى المسجد ثم تصلي التحية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أخبرنا عن الحالة التي يكون فيها الرد بالسلام. حتى قالوا لو دخل المسجد وما فيها أحد، أو دخل بيتا وما فيها أحد، يسلم على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخل بيتا أو مسجدا ليس فيه أحد يسلم بهذا اللفظ: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن نشر السلام له فوائد عظيمة. نعم.